مشاهدين. طيب نكمل مع عبد الرحمن عشان بقى عندنا الزمالك والصفقات أيوة. والقيد والاهلي أيوة. والجون وابو جبل وبسام لما نشوف ايه اللي هيحصل. طيب هو النهارده الحلقه بتاع عبد الرحمن طبعا حقه يومك يا اليوم يومك يا عبد الرحمن اتفضل يا دمشقي قول بقى. بقى ابو جبل والاهلي كابتن ابو جبل بيقول انا الاهلي ما تواصلش معاه من الاساس لا الكلام ده غير صحيح يا كابتن ابو جبل. كابتن ابو جبل النادي الاهلي تواصل معاه وبعت له العقود PDF على الموبايل عشان يمضي ويرجعها تاني للنادي الاهلي عشان يبقى في سرعه في الاجراءات تمام والكلام ده ما هو لازم يقول لك كده عشان هم رضوا كلامهم. احنا كلنا صح مقدرين صح الحاله اللي ابو جبل فيها ولكن لا صح الا الصحيح. احنا بننقل المعلومه كامله اللي احنا شفناها واللي احنا عرفناها من داخل معسكر المنتخب. لا ابو جبل النادي الاهلي تواصل معاه وانهى معاه كفه المفاوضات وكافه التفاصيل التفاوضيه وارسل له العقود وارسلها له على الموبايل عشان ابو جبل زعل وقال ان انا قلت غير كده ارسلها له على الموبايل وابو جبل مضى العقود وبعتها تاني عشان يبقى في سرعه في الاجراءات وبالتابعيه سياده اللي هو اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي اعلن بشكل رسمي أيوة ان ابو جبل انتقل للنادي الاهلي وان هم جابوا الزنفولي من الداخليه لتعويض رحيل ابو جبل. حصل فمنين يا ابو جبل ما كانش فيه تفاوض ومنين رئيس النادي اعلن فالامور كانت خلصانه كانت واقفه على الشيك بس ال 7 مليون جنيه النادي الاهلي يبعته للبنك الاهلي عشان ياخد الاستغناء ويتم قيد محمد ابو جبل ولكن النادي الاهلي تراجع عن الصفقه بعد مباراه الكونغو. يعني هي مباراه الكونغو السبب ولا اللي بيتقال في الكواليس اتخانق مع فلان واتخانق مع فلان؟ لا يعني مش خناقه حضرتك عارف طبعا او عتاب ملعب النادي الاهلي ما بيدارش بالشكل ده ولكن يعني ان في انسحاب مفاجئ حصل من الاهلي لابو جبل ده مأثر عليه نفسيا كلنا طبعا مقدرين ده ولكن في النهايه الاهلي تفاوض مع ابو جبل وحصل على توقيع ابو جبل واتفقوا على فلوسه واتفقوا على الفلوس اللي هيدفعوها للبنك الاهلي وبالتالي رئيس النادي البنك الاهلي اعلن عن الموضوع. ولكن انت طب في كابتن عمار عايز يقول حاجه اتفضل يا كابتن. هقول ايه؟ لا ها طب ابو جبل ايه اللي ايه الصفقه باظت ازاي ليه يعني ما راحش النادي الاهلي؟ لا قول يا كابتن اللي كنت هتقوله. قول لي اللي كنت هتقوله. لا لا مفيش انت قلت لي حاجه دلوقتي. هقول لك ايه بس؟ لا قلت لي حازم امام زعلان بعت لي رساله. لا هو واضح ان حازم بيتفرج علينا فهو بعد بيشكرنا. انا ما اعرفش انا قلت هي عتاب ولا شكر؟ لا هي عتاب بس انا اعتقد ان انا خلال الحلقه او الاستوديو انا ما جبتش احنا ما جبناش حاجه خالص. انا شخصيا ما جبتش سيره حازم في حاجه خالص. انا قلت ان الاتحاد الكوره مش هيمشي غير ما يجي له تعليمات من وزير الشباب والرياضه ان هو يقدم صفته المسؤول عن الرياضه بس انما حازم زميل واخ وصديق طبعا وعتابه عتاب الاخوات طبعا من عشم. بس لو احنا لو كنا بننتقد بس هو حازم في موضع مسؤوليه بالظبط فلازم يتفهم ويتفهم شعور الناس ان الناس زعلانه ما يحدث في الشارع المصري. مهيب انت بتتكلم على حازم امام نجم كبير نجم كوره كبير وهو مدرك تماما ان لازم هيبقى في نقد وخصوصا ان على مدار السنوات والتاريخ اللي فات ده كله مصر ما 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 ما, ما يعني ثلاث ماتشات يا كابتن مصطفى ما بنجيبش يعني ما بنكسبش وفي نفس الـ 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 البطوله الافريقيه حازم اشتغل فيها كتير ولعب خمس ست بطولات افريقيه وعارف يعني ايه ان انت يبقى ادائك بالاداء اللي احنا شفناه في في في, في في لعيبه مصر في البطوله من 2006 و8 و10 بتوع المعلم ابو علي احنا ما لعبناش كوره لكن اسمه ايه بوبس بتاع اللي وصلنا كاس عالم كوبر هذا الرجل باقل الامكانيات انجح مدير فني جه مسك اتحاد الكوره بعد حسن شحاته. تقصد يا كابتن مصطفى ما لعبناش كوره مع الكابتن حسن؟ لا لا بعد كابتن حسن من بعد كابتن حسن من بعد 2008 و10 الراجل ده لعب بامكانيات لعبته عنده هدف كان بيوصل له لكن الباقي كله عشوائي طيب. احترامي الشديد ايدر ايه عايز تقول حاجه؟ انا؟ على يعني على ايه؟ على اللي احنا بنقوله اللي احنا بنتكلم فيه. لا بص اقول لك على حاجه يعني هو طبعا يعني قصه بتاعه منتخب مصر واضح ان الحقيقه كان يعني عبد الرحمن بيقوله ده خطير جدا كل كلام عبد الرحمن ده في منتهى الخطوره. احنا زي ما اقول لك احنا اتمرنا مع مدربين كانوا مش عايز ما بيخلوش الدبانه تعدي زي ما قلت
لا يعني ناس كانت بتقعد لك في الطرقه وناس كانت بتعمل انضباط ومواعيد وبتاع. انا عشت ضربات الجزاء في 86 يا كابتن مصطفى. الراجل محضر الورقه وكاتب الاسماء واحنا عشناها كابتن طارق في 98. وهقول لك على حاجه، احنا كنا كابتن مصطفى ال 22 لعيب اللي كانوا في المعسكر كانوا بيشوطوا ضربات جزاء والحراس المرمى كانوا بيشوطوا. ما احنا في افريقيا كنا بنعمل كده. عبد الرحمن مثلا الراجل كان بيدرب خمسه لعيبه بس على ضربات جزاء، ازاي يا جماعه؟ كابتن احنا كمان في مشكله كبيره جدا ان اللعيبه يعني اللعيبه في حاجه بياخدوها هي مش حاجه يعني غير مصرح بيها، لا هي لعيبه العالم كلها بتاخدها ومصرح بيها. بتخليهم نازلين الملعب هادين قوي، مش في دماغهم اي حاجه خالص. لو ايه بيحصل في المدرجات مهدئات يعني؟ فيه. نعم يا كابتن. مهدئات يعني ولا ايه؟ لا لا هي حاجه يعني هي مصرح حاجه مصرح بيها مشروب يعني؟ لا 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 حاجه مصرح حاجه مصرح يعني بيها، لان انا هفتح الملف دوت. حاجه مصرح يعني بيها. لا 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 حاجه يعني كده بتتاخد بتهدي الاعصاب تحت يعني اللسان. بقول الموضوع ده بالانجليزي خطير جدا. خلاص وهنفتحه لان هنشوف ابعاده ايه. ما هي ابعاده اتعمل عليه تجارب وبقى حاسس كده ولا هي من السنه الجايه من السنه الجايه هتتمنع تماما ان هي في لعيبه اوروبا كلها بياخدوها، ولكن بياخدوها بمقدار معين. الموضوع عندنا هنا بقى اوفر جدا، اللعيبه بقت تاخدها عمال على بطال. خليك نازل الملعب يا كابتن، انت مش في دماغك اي حاجه خالص. بس مش لعيبه المنتخب بس، عشان كل لعيبه مصر بتاخدها يا كابتن. على مسؤوليتي وبكميات كبيره. بدل الراس الثانيه اياها. لا دي بتخليك ريلاكس. لا يعني الثانيه كانت بتعمل باور. لا يا كابتن، لا لا دي مش حاجه باور. بتعمل ريلاكس. ما انا فاهم دي بتخليك ريلاكس قوي. الاجواء دي ما لا انت ما بتفكرش فيها. ما بتفكرش لا يعني ما بتخليكش مستثار مع اللي بيحصل. مع اللي بيحصل خليك هادي. ما تاثرش بالاجواء الجماهير، ما تاثرش عليك نفسيا، كل الكلام ده. بس ده بتخليك بتكون خالص يا رجاله. ما ممكن يعني ده عند اللعيبه الدوليه اللي بتلعب على المستوى الدولي المفروض كل العالم بياخدوا كل اللي بتبقى هادي بطبيعتك. يا شباب يا شباب، في سؤال مهم جدا بناء على المنشور بتاع اتحاد الكوره. الكلام اللي قاله عبد الرحمن ده هيتقال في التحقيقات بتاعت اتحاد الكوره لما تسال المسؤول عن المنتخب والمدير الاداري التقارير الطبيه والفنيه كل ده هيتقال اللي قاله على عبد الرحمن اللي الناس كلها عرفته دلوقتي؟ هم كلهم عارفينه. هو الراجل قال حاجه هيتكتب في التقرير. هو في سر. انا بقول لك على فكره ده مش سر يعني. لما حازم يعني ما بنقولش اسرار كلها معلومه للعيبه وجهازه. مهيب احنا. يا مهيب يا طارق اتفضل يا كابتن. حازم كرئيس بعثه او مسؤول عن الكوره هيكتب الكلام اللي قاله عبد الرحمن ده في التقرير بتاعه يا كابتن؟ الكابتن حازم امام زعلان وبعت لعماره ان هو زعلان. احنا بنتكلم يعني في الكوره. انت قلت ايه؟ انا مش واخد بالي يعني اللي انت قلته. هل مثلا احنا خدنا البطوله وبنداري للناس ان احنا ما خدناش؟ خلي بالك انا عندي تحفظ يا مهيب، يعني انا عندي تحفظ في على اتحاد الكوره. ولو كلمت يعني فزنا في الاربع يعني مباريات وبنقول يعني انا هادي من اول الحلقه. لان انا عندي كلام كتير جدا ممكن اقوله هيزعل مني ناس كتير جدا. فخلاص بناقص كلامي. الكلام ده حقائق ولا مش حقائق؟ لا حقائق طبعا. ايوه بس انت جاي يعني عشان تتكلم. لا ما انا بقى. لا مش بناقص كلامك، انت راجل نجم كبير واسم كبير ولعبت بطولات افريقيا واحترفت بره. كلامك مهم. اذا ما كنتش هتيجي تقول يبقى ايه لازمتك؟ في كلام بعد اللي انت قلته في المقدمه يا كابتن مهيب. كان في يعني تضارب في تصريحات كبير جدا يا عبد الرحمن. في كلام يتقال بعد اللي انت قلته في المقدمه؟ ايوه كلام. اتحاد الكوره في تقصير، ان اتحاد الكوره في مجاملات، ان اتحاد الكوره في تعيينات. انزل شوف قطاع بتاع المنتخبات الناشئين، شوف الاختيارات بتاع المدربين، وانت جبت ناس هنا عندك وزعلانه جدا من الاختيارات. في ظلم وفي عداله زي ما الكابتن طارق قال. طالما العداله غابت عن الـ 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 الاختيارات واللعيبه والتشكيل، لا احنا مش عارفين مين اللي بيدرب دلوقتي. احنا وصلنا لمرحله طالما العداله غابت مش عارفين مين المدير الفني ومين اللي بيضغط ومين اللي بيحط التشكيل ومين اللي بيغير ومين اللي بيدخل القايمه ومين اللي بيخرج من القايمه. يعني احنا وصلنا لحاجات انا عايز اقول لك اساسا احنا مش عارفين مين اللي ماشي الدنيا. ده كارثه بتاع الدكتورين وعن اللي اتكلم عنه ثواني عبد الرحمن. ليه بتتكلم عنه عبد الرحمن اللي هو المشروب ده او واحد بعته لي اهو. ايوه معروف صورته. لبان. لا يا كابتن مش لبان. مش لبان، هي عامله زي شريحه كده. قال لي اللبان. هي ايه؟ بص يا كابتن، بص يا كابتن صورتها ايه؟ شريحه بتدوب. واحد بعتها لي صح؟ بتتحط يا كابتن هنا تحت لا 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 بتتحط هنا في المنطقه دي. تمام تحت الشفه. تمام وهي بتدوب لوحدها. بالظبط عباره عن نيكوتين حر.
كام، فهو ده بيسهل للعيبه ان هي تبقى ريلاكس خالص، وان هي ما مش دي الامير عزمي مره ده ده مين بالظبط يا كابتن مهيبيه دي خالص. كان في عندي ضيف بص يا كابتن، كان عندي اتنين ضيوف، فواحد من الضيوف ادى واحده من دي، الضيف التاني لقيته بيكلمني في اسئله تانيه خالص. فكرني كنا بنلعب اتحاد السكندري فاينل كاس مصر. طيب لا ما فيهوش مشكله، ده حاجات مصرح بيها ما تقلقش يا غالي. بص اسمع دي، كنا بنلعب الاتحاد السكندري، طبعا اتحاد ايامها كان اتحاد كاس مصر، فالخطيب جاي قال انا عندي صداع، الله يرحمه بقى الدكتور، راح مديله قرص منوم. انت متخيل بقى؟ واحنا طبعا كلنا اتعملناش بقى في بتاع، الخطيب نزل الملعب واحد تاني خالص. كان بيلعب علينا مش علينا. والله العظيم بجد. طيب كمل يا عبد الرحمن، خرجنا بقى من النقطة دي. ماشي يا كابتن خلاص. هنفتح ليها ملف خاص. طبعا حضرتك أنت متبني الفكرة دي ودي قمة. أنا عارفها، أنا قلت لك إن إحنا هنفتح حلقة على الموضوع. هنتكلم عن بعد مباراة موزمبيق. خرج في تصريحات يعني متضاربه حصلت، ان لا ان ان الاستاذ خالد الدرندلي حمل اللعيبه المسؤوليه، وبعديها بيوم طلع قال لك لا اللعيبه احنا بنتحمل كلنا المسؤوليه، واحنا ورا لعيبتنا ورا الدعم. الكلام ده اثار جدل كبير في مع اللعيبه بالنسبه للمعسكر، وفي بعض اللعيبه اشتكت الاستاذ خالد الدرندلي. وبعد ما احنا بعد ما تم صعودنا للدور الثاني، الاستاذ خالد الدرندلي صالح اللعيبه وعزمهم على العشاء بره، تمام، كنوع من انواع اللي هو الخروج بره المعسكر، وان هو يصالحهم وان يخلق روح كويسه جوه اللعيبه. ولكن من اول يوم واضح ان كان في عدم توازن، يعني كان في الاجواء منقسمه. لا هو الواضح جيدا يا كباتن ان حتى النقد مش عايزيننا ننتقد، ده اللي واضح. ده احنا في محزنه، يعني حتى في محزنه. انت كمان بيكلمك انت وحش واخملت وما استعدتش كويس وما التزمتش وما هيأتش وما سبتش وما عدلتش ما اخترتش صح، يعني مفيش حاجه واحده صح انا صح بقولها بالظبط صح. وفي الاخر عملت ايه؟ ما فزتش، تعادلت غلبت، خسرت، خرجت. ما تنتقدش، اوعى تنتقد ازعل طب منك. هو في مسؤول ازعل منك لو انتقدت؟ لا ازاي تنتقد؟ كابتن فين الوجوه الجديده اللي احنا فوق النقد؟ فين الوجوه الجديده؟ الله، الوجوه الجديده اللي جت منتخبنا في التشكيله اللي بعد كيروش وكوبر، فين؟ يعني فين الوجوه الجديده؟ فين اللعيبه اللي دخلت الجديده؟ فين اللعيبه الشابه؟ فين اللعيبه البرومسي؟ هل يا عبد الرحمن ثواني، هل في مسؤول طلع شرح اللي حصل؟ او بين اللي حصل؟ او ادى اسباب للي حصل؟ دي برضه يا كابتن مصطفى، يعني لازم حد من اتحاد الكوره يطلع يقول لنا مثلا والله حصل كذا 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 كذا، ويا حتى البيان ما قالش حاجه، يعني البيان اللي طلع زعلانين ما شرحش مثلا ظروف المنتخب اللي كان موجود فيها ايه. احنا مش هنتكلم عن اسباب الاخفاق ايه يا ابو الكباتن؟ اسباب الاخفاق قالها عبد الرحمن. كل ده لو انت ريال مدريد ولا برشلونه في عز مجدهم لازم تفشل. انا لو مسؤول في البلد لازم هذا المجلس يقال، هتخش في حته، انا هقول لك هيخش الناس تخش. طيب. زي ما قال مهيب في المقدمه بعد اللي انا سمعته. عبد الرحمن بشكرك، شكرا يا كابتن مهيب، والله احنا قلنا نقلنا اللي حصل، نفسي المنتخب يكسب، نفسي منتخبنا يفضل في احسن حال، احنا مالناش حسابات مع حد، احنا كل يومنا منتخبنا وعايزين منتخبنا ده يبقى في افضل مكان وافضل حال. نقلنا اللي حصل من كواليسنا ومن اخبارنا، لكن كان في برضه حاجات كويسه جوه المنتخب، يعني في ناس كتير جدا لازم يتوجه لها الشكر بصراحه كابتن مهيب، يعني محمد مراد المسؤول الاعلامي على المنتخب، دكتور محمد ابو العيله، مينا، عمر، ناس كتير جدا كانت بتشتغل بقلب، كان نفسنا نفوز بالبطوله دي، ان هي بطوله سهله زي ما حضرتك والكباتن جدا. بشكرك يا عبد الرحمن، عملت اللي عليك، اديت بطوله عاليه، كان فيها مصداقيه، كان فيها امانه، وكنت موجود معانا طول الوقت وفي كل البرامج عبر ام بي سي مصر، عملت دور كبير جدا بنشكرك عليه، وده اللي احنا كنا منتظرينه منك، وتحياتي ليك وبشكرك مره اخرى يا عبد الرحمن. شكرا يا كابتن مهيب، بشكرك شكرا جزيلا انك منحتني الفرصه دي ان انا اطلع واتكلم ستاهل. وبشكر كل طبعا الكباتن الكبار اللي ليا الشرف ان انا موجود في استوديو مع حضراتكم، طبعا على دماغي حاجه كبيره بالنسبه لي. انا راهنت عليك وانت طالع وقلت هو ده كسبت الرهان. كسبت يا كابتن؟ طبعا.
انا ما خلصتش على صلاح والله. لا لا لا, لا. شكرا عبد الرحمن. شكرا كابتن. طيب كابتن مصطفى, عبد الرحمن خلص, لكن عايزين نلخص بقى للناس يعني اللي قالوا ده, انتوا تفهموه تترجموه